الهزيمة الصاعقة التي ألحقتها اليابان بالمنتخب الألماني ليست هي فقط ما لفت انتباه العالم، إنما تصدر الجمهور الياباني في مونديال قطر حديث وسائل التواصل، فقد التزم اليابانيون بالنظام وقاموا أيضا بتنظيف مدرجات الملاعب عقب انتهاء المباريات، حتى في المباريات التي لم تكن اليابان طرفا فيها. طبعا يبدو هذا الأمر ليس بالغريب على اليابانيين، وطبعا أيضا لاقت الصور المنتشرة على منصات التواصل كهذه الصورة من حفل افتتاح المونديال إشادة واسعة ومديحا من العرب وغيرهم. ولكن الأمر لم يتوقف على المشجعين فقط، إنما نشرت الفيفا هذه الصورة لغرفة تبديل ملابس لاعبي المنتخب الياباني. انظروا إليها وهي تلمع من شدة النظافة والترتيب وكأن أحدا لم يكن فيها. مشهد تنظيف غرفة تغيير الملابس هذا تكرر مع فرق عربية أيضا كلاعبي المنتخب التونسي. ففي هذا الفيديو نرى اللاعبين التونسيين وهم ينظفون غرفتهم بشكل جماعي لتبدو في النهاية مرتبة ونظيفة كغرفة المنتخب الياباني. كما لاقى سلوك الجمهور التونسي في تنظيف مدرجات ملعب الجنوب بعد مباراتهم مع الدنمارك استحسان الناس، والمباراة طبعا انتهت بالتعادل السلبي. شوف هذا لو جمهور ياباني الناس تكلم، هذا الجمهور التونسي العربي قاعد ينظف بعد. المشهد تكرر مع المغاربة، فبعد مباراتهم مع كرواتيا يوم أمس والتي تعادل فيها المنتخبان بلا أهداف، قام الجمهور المغربي بتنظيف ملعب البيت. شاهدوا. الفرحة بالفوز لم تنسي أيضا السعوديين مسألة التنظيف، فلم يتركوا ملعب لوسيل إلا بعد أن ساهموا في تنظيفه عقب فوزهم الثمين أمام الأرجنتين. الجمهور السعودي يقوم بجمع القمامات، الله يعطيكم العافية ويقويكم. أفضل شيء نسوي لوطننا، هذا ديننا ثم وطننا، إن شاء الله كذا حنا، هذا شعارنا كذا حنا. الله يبقيك ويطول بعمرك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا سألنا بعض اليابانيين والعرب الموجودين في قطر الآن عن رأيهم في سلوك تنظيف الملاعب، استمعوا إليهم. لم أتفاجأ من تنظيف الجمهور الياباني للملاعب، فالتنظيف شيء اعتيادي بالنسبة لليابانيين. عندما نذهب إلى المدرسة يعلموننا أهمية تنظيف الصفوف بأنفسنا، لذا أصبح التنظيف نوعا من الأخلاق أكثر من كونه واجبا. النظافة هي جزء من ثقافتنا، وبلدنا نظيف جدا، لذا نقوم بذلك هنا أيضا. نتعلم النظافة منذ الصغر، مثلا بعد كل وليمة يكون التنظيف جزءا من مهمة الأطفال. لأن احنا كلنا شفنا اليابان وكلنا مدحنا اليابان، بس مباراة المغرب يعني كرواتيا امبارح المغاربة ما قصروا في تنظيف الملعب، يعني كان منظر جدا جدا حلو، يعني حتى شجعونا كلنا، احنا كلنا عرب يعني كلنا في المدرجات كلنا صرنا ننظف معاهم. وما انتبهنا على موضوع الجماهير المغربية امبارح من مباراة المغرب وكرواتيا وهي بتنظف الملاعب، ومنظر حضاري جدا، وهذا ببين للعالم كلياته انه العرب مش بس الفكره اللي انتم ماخذين عنها، لا احنا العرب متطورين ومتحضرين وقاعدين بننجز انجازات العالم كلياته قاعد بيكتشف. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناه ومشاركتكم لقصصنا واعجابكم بها والتعليق عليها.